لما بعمل الموسيقى علشان انا عارف انها متعلقه بقضيه ما، والقضيه دي بطلتها هنا سيده امراه، فلو كانت الموسيقى موضوعه من قبل مؤلفه موسيقيه بتاء التانيث لاجل قضيه متعلقه بالمراه، بيبقى في افكار معينه تدور في الذهن، يعني ببقى فاهمه اكتر المنطلقات بتاعه المسلسل وقضيته. هل هتختلف الموسيقى لو انه وضعها مؤلف موسيقي رجل؟ ده سؤال اظنه يعني مهم ان انا افهمه بالنسبه لي على الاقل. يعني في الموسيقى بتاعه تحت الوصاية تحديدا، فعلا الموسيقى قويه جدا جدا، معبرة جدا عن الأحداث، تحس أنها معبرة جدا عن المشاعر بتاعة المسلسل تحديدا عند منى الزكي باعتبارها بطلة العمل. المشاعر اللي موجودة حتى عند بقية الأبطال، بالمناسبة أحمد خالد صالح عامل دور حلو 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 حلو، برافو يعني. فهنا الأول أنا هرجع بقى على الموسيقى، وعايز ناخد معانا على التليفون بكل الترحيب مؤلفة الموسيقية ليال وطفة. أهلا بيكي. أهلا بيك أستاذ يوسف. إزيك؟ عامل بقى؟ أنا عمال بتكلم بحماس لقيت صوتك هادي كده، ف أنا طالع كريشندو قوي كريشندو أيوه ولقيتك هادية شكرا على والموسيقى ومعانا ليال وطفة. أهلا أستاذ يوسف. بس أنا عارف إن طبيعة المؤلفين الموسيقيين وكده بيبقوا هاديين عموما يعني. اكيد طبعا. هلا هو مش يعني صفه عامه بس اصله بتشتغلوا بامتع فن موجود، يعني امتع واحلى منتج فكري وابداعي في الوجود هو الموسيقى يعني. فلو ما كنتوش انتوا اللي هادين، امال يبقى مين هادين يعني؟ انا بطرح اولا، عايز اهنيكي جدا على الموسيقى بتاعه تحت الوصايه لانها فعلا حلوه بزياده يعني. كلك ذوق، ربنا يخليكي. سؤالي هو انه هل الموسيقى دي لو كان وضعها مؤلف رجل كانت هتختلف؟ هي هتختلف مش لأنه هيكون رجل، هي هتختلف لأنه كل كومبوزر عنده مشاعر معينة، أسلوب شغل معين، يعني كل كومبوزر عنده حاجة مختلفة لي. فده هيكون مختلف، بس مش عشان الجندر، بس عشان كل شخص عنده طريقة في الشغل وتعبير عن المشاعر. لكن مش هتختلف على انه مؤلف او مؤلفه، هي هتختلف لانه كل واحد وليه طريقته؟ بالظبط. هلا ممكن انه الفاكت انه البطله هنا هي امراه، وانا اكيد حيكون عندي كونكشن معاها وحفهم الوضع بتاعها اكثر، فحيكون في تعاطف اكثر للموضوع، فيمكن ده الفاكتور بيلعب يعني دور اكيد. وحصل فعلا هذا التعاطف وانت بتفكري في الموسيقى اللي هتعمليها؟ صح؟ بالظبط. انا عيطت بصراحه لما اشوف بعض المشاهد، انا كنت بعيط. تاثرتي الى هذا الحد؟ طبعا خاصه مع التمثيل الفظيع، يعني التمثيل الرائع، فاكيد حتاثر في الموضوع. انهي مشاهد اللي تسببت في انك عيطتي وانت بتتفرجي؟ مش هقدر اقول لك لانه هي بالظبط النهارده ودي الحلقه اللي حطيتها بعد يومين، فمش هقدر اقول لك هو المشهد ايه. طب هقول يعني اكيد بيبقى مشهد فيه منى زكي، حلو كده؟ في منى زكي اكيد. مع مين بقى؟ ما تحكيليش والله. لا صدقيني مش هقول لك قولي لي المشهد، يعني ما تحكيليش المشهد ولا تحرقيه، بس منى زكي ومين بس؟ هو مع اللي بتشتغل معاهم في المركب، البحريه اللي معاها. البحريه اللي معاها. اوكي ماشي، هنركز احنا النهارده وبكره وبعده مشاهد منى زكي مع البحريه، ركزوا في الحته دي يا رجاله. بالظبط، حتى نعلم لماذا بكت ليال وطفه وهي تشاهد هذه المشاهد اثناء صناعه المسلسل. اشكرك على انا جداً. بعيط قوي على فكره لما اشوف يعني مشاهد مؤثره، فده يعني بيحصل دايما. لا هو طبعا يعني انك تتاثري ده مفهوم، لكن انت تتاثري وانت واحده من المشاركين وصناع المسلسل، ده مذهل في حد ذاته، مذهل يعني. طبعا، وده اللي بيخليك اصلا تعمل حاجه كده مؤثره. وانا على فكره لما اكتب حاجه تاثر فيا انا، بعرف انه انا عملت حاجه كويسه. لما تلاقي نفسك انت تاثرتي. اوكي.
ده برضو مفتاح نقدر نشتغل عليه بعد كده. ماشي، انك لو انت تاثرتي بنفسك انت كده حسيتي انك انت خلاص عملتي حاجه كويسه. عملت حاجه كويسه، اه بالظبط. يعني لازم انا اتاثر بالموسيقى مع المشهد كده، احسهم كده متاثرين فيا، وحتى انا اللي كتبها عارف ان انا عملت حاجه كويسه. اه والله انه الموسيقى بجد اللي عملتيها هي اثرت في الكل فعلا، موسيقى عبقريه يعني. جدا انا مبسوطه من الموضوع ده قوي قوي. واحنا مبسوطين جدا انك عملتي الموسيقى دي للمسلسل ده، لانه مسلسل مهم جدا بالنسبه لنا كلنا يعني. بالزبط. اشكرك جدا 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 ليال، واتمنى ان احنا نشوفك قريب نتكلم اكتر على الموسيقى، وساعتها هنناقش بقى حجم تاثرك في المشاهد بعد ما نكون شفناها.